في اليوم هذا الذي نودع به شهداء من الجنسيات الأجنبية، شهيد 3 شهداء من الواجب الإنساني من الجنسية البريطانية، أمريكي، أسترالي، بولندي. يعني هذه إشارة إلى أن السلاح الذي تقدمه الحكومة البريطانية والحكومة الأمريكية دعما للجيش الاحتلال الإسرائيلي إن كان بالمال والسلاح والعتاد لم يفرق بين الفلسطيني والجنسيات الأخرى. الصاروخ سقط على قوافل هؤلاء الشهداء وهي التابعة للمطبخ المركز العالمي، وشعار المطبخ كان معروفا وظاهرا لطائرات الاستطلاع وطائرات الاف 16 أو من كان يعني يقصف هذه السيارات. لذلك رسالتنا إلى حكومات هؤلاء الشهداء وشهداء الواجب الإنساني، أوقفوا دعمكم لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأوقفوا دعمهم بالمال والعتاد والسلاح، لأن السلاح قتل أبنائكم اليوم.